بعد ورود معلومات استخبارية إلى مديرية استخبارات ومكافة الإرهاب نينوى، تم العثور على معمل كامل لتصنيع القنابر الهاون الصنع المحلي من قبل عصابات داعش الإرهابية، ويحوي هذا المعمل على أكثر من 10,000 قنبرة هاون استخدمها العدو ضد قواتنا الأمنية وكذلك التفجير وتصنيع العبوات الناسفة ضمن قاطع السهل نينوى في منطقة بازوايا. وحاليا يشوفون أمامكم هذا الكدس، الكدس أمامكم والمعمل المتكامل في هذا المخزن، وهذا العدة اللي يصنع بها مثل ما قلنا لكم يعني صنع محلي يصنع هذه العبوات. مثل ما تشوفون المخزن كيف يستخدم عصابات داعش الإجرامية هذا المعمل لتصنيع هذه العبوات والقنابل لاستهداف المدنيين وقوات الأمنية وتفريغ العجلات أيضا داخل هذا المعمل. يعتبر من أحد المعامل الكبيرة ضمن قاطع بوجلي يستخدم العدو الداعشي ضمن الجانب الأيسر لمحافظة نينوى. علما أنه لدينا معمل آخر أو معملين ست معامل أخرى بنفس الطريقة ضمن منطقة الصناعة الشرقية الساحل الأيسر لمدينة الموصل، استخبرنا عنها وتوفر عندنا معلومات كاملة عنها، وقد تركها العدو كامل أسلحته واعتدته في هذه المنطقة وتركها بعد أن استخدم قسم منها ضد قواتنا الأمنية والمواطنين حد سواء. صور المكينة، صور شوف هاي الماكينة اللي استخدمها في التصنيع، أيضا صنع محلي. هذا المعمل الآخر، هذا الهيدروليك، هذا بقية المعمل في تفخيخ العجلات وكذلك القنابر اللي صنعها محليا. شوف هذه أجزاء عليها لايت قوي، أجزاء هذا المحل اضرب لايت صنع محلي. شوف الكمية تقدر أكثر من 10 إلى 15 ألف قنبرة هاون.